Уважаемые коллеги, главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, мы продолжаем работу в расширенном составе. قبل أن نستمر العمل علينا إقرار الأجندة وإنها معروفة. والسؤال، هل عندكم ملاحظات أو اقتراحات في هذا الشأن أو تعديلات؟ إذا لا، يعني أعتقد نحن ننطلق أن تمت وصول إلى موافقة بما يخص الأجندة. وإذا سمحتموني أنا أفتح عملنا، أو يعني أستمر عملنا وننظر في المواضيع المليحة لأعمال البريكس قبل كل شيء في المجال الثقافي والإنساني. وسوف نستمع إلى تقارير لرؤساء الهيكل المعنية، وإنها السيدة ديلما روسف الرئيس البنك الجديد للتنمية، والسيد سيرجي كاتيرين رئيس مجلس العمال البريكس، والسيد إيغور شوالوف رئيس الآلية التعاون المصرفي، والسيدة نيستروا رئيس التحالف النسائي للعمال. وإن التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام تواجه تغيرات ملحوظة، ونشاهد تحرك المركز النشاطات الأعمال باتجاه الدول والأسواق النامية. وإن النموذج المتعدد الأقطاب تطلق الموجة الجديدة للنمو على حساب قبل كل شيء دور الجنوب والشرق العالمي وبما فيها دول البريكس، لكن في نفس الحين هناك الاحتمالات الأزمات، وليس بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية، ولكن كذلك باستمرار أو مواصلة تراكم العيب الديون والتوصية لاستخدام العقوبات وحدية الجانب وحمائية وممارسة التنافس غير عادلة. وكالنتيجة نشاهد تجزئة التجارة العالمية والسوق الاستثمارات المباشرة الأجنبية وخصوصا في الدول النامية. وإن أسعار المرتفعة تبقى على البضائع الخام والكربونات، ونشاهد الفرملة وانسداد لتحقيق المهام أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة حتى العام 2030، وتعاني من عديد التقلبات دول نامية أقل وأقل نموة، وقبل كل شيء بسبب التضخم الغذائي والطاقي. وأما بالنسبة لاقتصادات دول البريكس فإنها تعرض الاستدامة والاستقرارية بفضل السياسة الاقتصادية والمالية مسؤولة، وفي أغلبية الدول للتجمع من المتوقع على بعد المتوسط الماضي وتيرة النمو السباقة للتنمية. أما بالنسبة لمتوسط النمو لاقتصادات البريكس في عام 24-25 فيساوي 3.8%. أما بالنسبة превышает долю стран группы 7, они так. 23 года, ну, в 24 будет чуть повыше. 30%, 30% было. БРИКС в мировой экономике, как представляется, будет укрепляться. Прежде всего, в силу таких объективных... إن النزعة للحفاظ المواقع الرائدة للبريكس في الاقتصاد العالمي كما يبدو سوف نشاهد تقويتها، وقبل كل شيء بسبب العوامل موضوعية كارتفاع عدد السكان وتراكم الرأسمال والتحضر وزيادة إنتاجية للعمل المصاحبة بالابتكارات التكنولوجية، ولتحقيق القدرات لاقتصادنا متنامية واستفادة من جميع الامتيازات من موجة النمو الاقتصادي العالمي. على دولنا تفعيل التعاون في المجالات التالية كالتكنولوجيا والتعليم
استخدام الموارد البيعية والتجارة واللوجيستيكس والشؤون المالية والتأمين، وكذلك زيادة بالأضعاف الحجم الاستثمارات المتبادلة. وفي هذا الشأن نحن نقترح إنشاء المنصة الاستثمارية الجديدة للبريكس التي سوف تكون آلة مهمة لتقديم الدعم لاقتصاداتنا القوية. وأنا أشير لأن في العمل الجاري نحن في التجمع استطعنا وصول التوافق على عدد من المبادرات الرمي إلى الحل المهام الملحة. وقبل كل شيء أنا أقصد الرفع من استدامة سلاسل الإمدادات وكذلك مكافحة الحماية وتنمية التجارة الإلكترونية. ونعتقد أن سوف تساعد إطلاق الآلة خاصة للمشاورات لدول البريكس حول المسائل التجارة العالمية، منظمة التجارة العالمية لبلورة الموقف الموحد لتشكيل قواعد اللعبة أكثر عدالة للاقتصاد العالمي. وعلينا نعمل سويا فيما يخص تقديم المواقف المتوازنة فيما يخص الانتقال الاقتصاد العالمي إلى النموذج المنخفض الانبعاثات ومكافحة محاولات استخدام الأجندة المنحية لإزالة المتنافسين في الأسواق. وإن دول تجمع تزيد التعامل في موضوع إزالة العراقيل أمام التجارة الإلكترونية. إن النمو الديناميكي لحجم المبيعات في الإنترنت تؤدي إلى ارتفاع من عدد الخلافات التجارية، ولابد من حلها بشكل سريع والعادل. وإن الرئاسة الروسية اقترحت ترتيب نظام إبلاغ متبادل عن خبرات في مجال حل النزاعات والخلافات في التجارة الاقتصادية. وفي المستقبل نقترح إقامة مركز التحكيم الاستثماري للبريكس وبلورة الاتفاقية أو الرؤية لتسوية النزاعات والخلافات الاستثمارية. سوف ترفع من حماية والأمن للاستثمارات المتبادلة. ونعتقد من المهم كذلك الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تشتغل في المساحة الدول البريكس، وقد تساعد في تبادل الخبرات حول الموضوع ترتيب المجامع اللوجستية وتوطين الإنتاج الصناعي وتوفير الظروف اللائمة وتنافسية أكثر للمستثمرين. وإن الدول البريكس والتجمع البريكس تشمل ويشمل الممثلي دول حضارات المختلف والثقافات المختلفة، ونحن نقترح كذلك فتح بورصة القمح للبريكس بما يساعد تشكيل المؤشرات الأسعار واضحة وعادلة آلة في القمح، مما يوفر الأمن الغذائي ويساعد في حماية الأسواق الوطنية عن التدخلات من الخارج السلبية والتلاعب ومحولات مكافحة الأجهزة الاصطناعية للمواد الغذائية. وفي وقت لاحق من الممكن تحويل هذه البورصة من البورصة القمح إلى البورصة الجميع البدائع. نحن في روسيا على توسيع التعاون في مجال أحشاء الأرض، استخدام أحشاء الأرض. وفي يوليو في موسكو قد الاجتماع الأول للمنصة الجيولوجية للبريكس، بما سمح تفعيل تبادل الخبرات في مجال المساحة الجيولوجية واستكشاف الموارد الطبيعية. نرى أهمية في إنشاء المنصة المنفصلة للبريكس فيما يخص وكذلك الماسات، لأن هذه السوق هناك حواجز كثيرة والأراقل التجارية الاصطناعية تجانبا لصحة الشهادات العملية كيمبرلي. وأكدت فعالية
المركز الدولي لقانون مكافحة الاحتكار وسياسة للبريكس، وأشير كذلك إلى عقد في موسكو اجتماع القادة والخبراء لخدمة الضرائب لدول البريكس، وإن الزملاء طرحوا الفكرات المفيدة لفتح الموقع الإلكتروني للتعاون في مجال الضرائب لدول البريكس والمنصة الإلكترونية للحلول الرقمية لخدمة الضرائب. وهناك اهتمام كبير لموضوع الرفع من ربط في مجال النقل بين دولنا، وفي العام الجاري نحن بدأنا الحوار المنتظم في إطار بريكس في هذا الموضوع، وتم تشكيل فرق الفرعية في مجال النقل واللوجيستكس في إطار المجلس العامل، ويجري مناقشة المشاريع الواعدة لتشكيل المنصة اللوجستية دائما للبريكس، وكذلك المراجعة لمسارات النقل وفتح منصة التواصل الإلكترونية في موضوع النقل، وكذلك إقامة المجمع إيادة التعامين. وهناك تقدم مستمر للتعاون في مجال الصحة العامة، وتم تشكيل مجموعة العمل في مجال الطب النووي التي سوف تعمل على تطوير مجال إنتاج الأدوية النووية الابتكارية وموضوع التشخيص. وأجرينا كذلك منتدى بريكس في الطب النووي في بطرسبورغ، وتم إطلاق أعمال النظام الشامل للإنذار المبكر للأخطار لإنشاء أمراض عدوية، وإن روسيا طرحت المبادرة لترتيب عمل الشبكة العلمية لدول البريكس في مجال الصحة العامة، عمل للتبادل بالخبرات في المتقدمة في هذا المجال، وكذلك من المهم تقوية القدرات عن طريق الدول البريكس لمركز اللقاحات، وكذلك الشبكة المكافحة ودراسة مرض التدرن. وأريد أن أشير بشكل منفصل إلى إصدار المنشور الأول لمجال الطب للبريكس، والآن العلماء والطباء والطلاب في هذا المجال يتمكنون من نشر أفكارهم الابتكارية، ونحن نتواصل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وأريد أن أجلب اهتمامكم إلى الاقتراح الروسي فيما يخص إنشاء تحالف البريكس في مجال الذكاء الاصطناعي، وهدفه ترتيب ترتيب الفرص لاستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بما فيها لعدم منح الفرصة لاستخدامها بشكل غير قانوني. ونحن نرحب بالاتفاقية عن المواقف الموحدة والمناهج الموافقة عن تشكيل النظام القواعد البيانات الموحدة على أساس العلم القياس، وعن توسيع التعاون والمشاركين لجامعة الشبكة بمشاركة أكثر أو حتى 20 جامعة من كل البلد للتجمع البريكس. وخلال الرئاسة الروسية عملنا تركيز خاص على تنمية الاتصالات في مجال الثقافي والإنساني، وأجرينا المهرجان السينما الدولي ومهرجان الثقافات لدول البريكس، وكذلك أنشينا تحالف الثقافات الراقصات الشعبية والجمعية المدارس السينمية، وكذلك أكدت فعالية حل ترتيب الألعاب الرياضية لدول البريكس. وفي قازان هذا العام عقدت الألعاب الخامسة لدول البريكس بمشاركة الرياضيين ليس فقط من دول التجمع ولكن من أكثر من 80 دولة في العالم، وإن هذه الألعاب أكدت أن روسيا تمتلك الكوادر اللازمة والبنية التحتية الرياضية من أعلى مستويات لترتيب نفس الفعاليات الرياضية، وبهدف التنمية اللاحقة لألعاب البريكس نقترح بلورة البرنامج الحكومي الخاص وإقامة الجهة التنسيقية تطع بها لتحقيق المشاريع في مجال الرياضة والثقافة البدنية. وفي العام الجاري في إطار التجمع كذلك شهدنا تفعيل الحوار البرلماني
وهناك آفاق واسعة للتعاون بين الأقاليم والمدن والمديريات في دول تجمع البريكس وخلال المنتدات ذات الصلة في موسكو ونيجي نوفغورود وقازان، تصنين مناقشة أفق التعاون في مجال التنمية مستدامة للمديريات وإدارة فعالة لاقتصاد المدن والبنية التحتية والمرافق العامة. أشكركم على انتباه أصدقائنا الأعزاء، وأقترح أن تلقي كلماتكم حول النتائج لتعاوننا في المسار الاقتصادي والإنساني. وقبل كل شيء،